يا صباح الخير عليكم صباح الفل والمحبة على كل المصريين اللي بيشوفونا احنا بدين يومنا النهاردة بان احنا بنصبح عليكم بالمحبة دايما المحبة هتكون طريق لينا للسعادة والتفاؤل وان احنا نبقى مبسوطين خصوصا ان احنا معروفين ان احنا شعب طيب اطيب شعوب الدنيا اهلا بكم في حلقه جديده من هذا الصباح زي ما احنا متعودين هنتكلم مع بعض بموضوعات كتيره جدا ونروح نشوف الاخبار اللي جوه مصر واللي بره مصر والحاجات الغريبه اللي بتحصل وهيبقى معانا طبعا اكيد فقراتنا اللي حضراتكم متعودين عليها دايما ولو مستمره معانا في هذا الصباح على شاشه اكسترا نيوز النهارده كمان هنتكلم في الاستوديو عن موضوع برضو من الموضوعات المهمه لكتيره مننا هنتكلم جزء مرتبط بحياتنا وبعشتنا وهنتكلم عن الاسكان الاجتماعي النهارده اللي هو بقى بوابه لكل مواطن مصري ان هو ياخد سكن كريم يناسب كل فئات المجتمع، اللي هو شقه باختصار لكل مواطن وكل واحد حسب ظروفه. هنتكلم كمان النهارده عن احنا بنتكلم على المباني البيوت المجتمعات العمرانيه الجديده الراقيه اللي بتوفر كل الخدمات على اعلى مستوى وده المشروع بالمناسبه اللي تم توسيعه جديد بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال سكن لكل المصريين. احنا هنا بنتكلم على انه وحضراتكم بتشوفوا معانا هذا المشروع اللي بيتم توسعته وهنتكلم معاه عنه بتفاصيل النهارده هتلاقوا بجد ان اي واحد نفسه يبقى عنده شقه ايا ما كانت امكانياته هنشوفها ونقول لحضراتكم النهارده مع مبادره السيد الرئيس لكل مصري اللي دايما بيوفي بوعده بان كل مواطن عايز شقه هيلاقيها وزي ما قلنا حسب ظروفه النهارده كمان هنتكلم في جزء مهم جدا متعلق بحياتنا وامور حياتنا جوه البيوت هنتكلم عن الاسر هنتكلم عن المشاكل اللي ليها علاقه بالاسر المصريه وازاي ان احنا في احتياج اكتر مش لمساله القوانين بس ولكن احنا محتاجين ان احنا نستعيد حياتنا بالطريقة زي ما بقول لكم اللي هي كانت بتعتمد على مبدأ الاحترام والعادات والتقاليد اللي احنا تعودنا عليها خليني ابدا مع حضراتكم ونروح لجوله اخبارنا ونبداها من مؤسسه الرئاسه واجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه والسيد محمود شعراوي وزير التنميه المحليه والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني ولواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. صرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه انه هذا الاجتماع كان لمتابعه او لانه السيد الرئيس بيتابع من خلاله جهود الدوله لتنظيم عمليه البناء السكني والعمراني على مستوى الجمهوريه ايضا اطلع السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع على الجهود والخطوات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت خصوصا فيما يتعلق بمحافظات القاهره والجيزه والاسكندريه نتائج عمل اللجان اللي اتشكلت من الجهات المخصصه والمتخصصه وال الطرحات اللي بيتم مناقشتها لاعاده تنظيم النشاط العمراني بالشروط البنائيه الجديده. وجه ايضا السيد الرئيس بصياغه منظومه البناء الجديده بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل بالشكل اللي بيحقق حوكمه عمليه البناء والتوسع العمراني بمعايير واضحه التصميمات. الهندسيه مراحل الانشاء واستعاب السيارات والخدمات الخاصه بكل مبنى كمان معايير تحديد ارتفاع المباني السكنيه من خلال قواعد علميه للقضاء على حاله العشوائيات تعالوا نشوف تفاصيل اكثر في هذا التقرير القادم بعدها نرجع نكمل مع حضراتكم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه والسيد محمود شعراوي وزير التنميه المحليه والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه جهود الدوله لتنظيم عمليه البناء السكني والعمراني على مستوى الجمهوريه وقد اطلع السيد الرئيس على محصله الجهود والخطوات التي تمت خلال الفتره الماضيه في هذا السياق خاصه في محافظات القاهره والجيزه والاسكندريه ونتاج عمل اللجان المعنيه التي تشكلت من جميع الجهات المختصه وكذلك المقترحات والاليات الجاري بحثها لاعاده تنظيم النشاط العمراني وفق اشتراطات بنائيه جديده وقد وجه السيد الرئيس بصياغه منظومه البناء الجديده بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل على نحو يحقق حوكمه عمليه البناء والتوسع العمراني في اطار من المعايير الواضحه بما فيها التصميمات الهندسيه والمراحل الانشائيه واستيعاب السيارات والخدمات الخاصه بكل مبنى ومعايير تحديد ارتفاع المباني السكنيه مؤكدا سيادته حتميه تطبيق تلك المعايير لتنظيم عمليه البناء وانتهاج مسار جديد للامتداد السكني والعمراني مسار مؤسس على قواعد علميه وموضوعيه ينهي حاله العشوائيه واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس تابع كذلك خلال هذا الاجتماع تطورات مشروع اهالينا ثلاثه وذلك مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه حيث اطلع سيادته على مخطط المشروع موجها بضم مساحه اراضي اضافيه للرقعه القائمه لهذا المشروع وذلك لاستيعاب وتسكين اكبر قدر من الاسر والاهالي خليني قبل ما اروح لحضراتكم للخبر التاني نبقى واثقين وعارفين ان الدولة المصرية بتتحرك دايما في كل القضايا اللي بتحس انها بتمس المواطن انها كمان تحميه وتحافظ على حقه. قضية الطفل بائع الليمون او اللي انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي طفل عمره عشر سنين وكان بيبيع الليمون. تعليقات كتيرة جدا كانت بتقول انه بيتعرض للخطر وانه بيتم استغلاله وده اللي تم رصده من وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام بعد ما تم تداول مقطع للفيديو المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي ببائع الليمون واللي انتشر بعدها فيديو تاني بيقول ان الطفل بيتعرض للاستغلال من حد من افراد اسرته بعد ما تم عرض الموضوع على السيد المستشار النائب العام امر سيادته انه يحصل على طول تحقيق في الواقعه. عشان نعرف ايه هي حقيقه الموضوع وحقيقه الفيديوهات المتداوله. فعلا اختاروا النيابه العامه خط نجده الطفل وطلبت تحريات الشرطه عن الواقعه تحديدا. كان في كمان انتداب للجنه لجنه الحمايه الفرعيه من المجلس القومي للامومه والطفوله في مركز كوم حماده. عملوا تقرير كامل آه كامل عن حالة الطفل ايه الخطر اللي هو بيتعرض له ايه التوصيات المقترحة بخصوص التعامل مع حالته كمان مش بس كده النيابة العامة سألت الطفل الطفل عمره عشر سنين قال ان هو مقيم مع جده وجدته بعد ما والده ووالدته آه هجروا وتخلوا عنه جده هو اللي بيتكفل برعايته قال كمان انه هو نفسه يرجع المدرسة اللي خرج منها واشتغل في أنه هو يتاجر ويبيع ليمون بنصيحه من جده عشان يقدر يعتمد على نفسه. طفل كمان للناس اللي كان بتسال اكد فيه تحقيقات النيابه انه محدش حدش اجبره او اكرهه على ده. جده اكد نفس الكلام. كمان تقرير رئيس فريق التدخل السريع في مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة وتقرير من اللجنة الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بمركز كوم حمادة التقريرين أكدوا أن الخطر الوحيد اللي اتعرض ليه الطفل هو أنه مرحش ما مراحل ما التعليم الأساسي ما خدش حظه من التعليم لأن بابا ومامته اتخلوا عنه وأخواته كمان التقريرين أكدوا أن جده اتكفل بحسن رعايته من صغره وصى تقرير بانه يرجع لجده ويستلموا جده مره تانية بعد ما يتعهد باستمرار حسن رعايته وانه يرجع يروح المدرسه من تاني. النيابه ما زالت بتستانف تحقيقاتها النيابه العامه عن المتسبب في تعريض الطفل لحاله الخطر اللي اتكلم عنها في الفيديو التاني لكن احنا حبينا نقول لحضراتكم وناخد الموضوع ده على وجه التحديد ولو بتتابعوا كل القضايا الممثله اللي مرت او ما يتم نشره عن مواقع التواصل الاجتماعي ان دايما الحقيقه بنلاقي تحرك فوري وسريع من مكتب النائب العام تحرك من النيابه العامه الشرطه بتقوم بدورها وتجري التحقيقات اللي اللي المؤسسات اللي موجودة عندنا في مصر سواء احنا بنتكلم على وزارة التضامن الاجتماعي أو المجلس القومي للأمومة والطفولة أو المجلس القومي للمرأة دايما بيحصل تحرك سريع في النوع ده من القضايا عشان نوصل لأصل الحكاية لأنه دايما بيبقى الفيديو قدامنا ومنبقاش عارفين أصل الحكاية كان إيه احنا حبينا نقول لحضراتكم الموضوع إن شاء الله بإذن الله إن جده يقدر يرعيه أكتر ويرجع للمدرسة ويحافظ على حلمه في انه هو يلتحق بالتعليم مره تانية ولكن احنا بنبص انه هو كان ضحيه في الاساس الاب والام اللي هجروه وسابوه هرجع معاكم بقى واقول لكم انه النهارده بتمر علينا 32 سنه 32 سنه على رحيل قامه قامه واب من اباء المدرسه المصريه في التلاوه القرانيه كروان الجنه زي ما كان لقبه وهو فضيله الشيخ رحمه الله عبد الباسط عبد الصمد زي ما قالوا عنه برضو صاحب الحنجره الذهبيه وقالوا كمان وصفوه بانه صوت السماء اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وانعم على مصر بيه عشان يفضل دايما حاضر بينا بصوته وبتلاوته رغم رحيله من اكثر من 30 سنه في 30 نوفمبر سنه 1988 فضيله الشيخ عبد الصامد عبد البسط عبد الصمد رحمه الله من مواليد قريه المراغه في قنا شعبيته الحقيقه في التلاوه القرانيه بدات من الطفوله واستمرت لحد رحيله صاحب حنجره ذهبيه سبحان الله لسه لحد دلوقتي عايزه اقول لكم بعد 32 سنه بيتصدر نسب المشاهده لتلاوه القران على مواقع التواصل المختلفه ومنها يوتيوب سبحان الله اخلاصه لكتاب ربنا سبحانه وتعالى طول حياته واللي بدا رحلته معاه زي ما قلنا منذ الطفوله المبكره وتعلم في بيت الحقيقه كان دايما حريص على انه طول الوقت يسمع فيه القران من والده ويحفظه بحفظ وبتجويد وبقراءة للقرآن من القلب ومش بس كمان من والده كان من والده ومن جده عشان كده بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله الحفظ في كتاب القرية وكان عمره ست سنين اتميز كمان وقتها من وهو صغير بسرعة استيعابه وانتباهه دقته في التحكم في مخارج الألفاظ الوقف الابتداء اللي لاحظهم طبعا الشيخ اللي كان بيدرس له في الكتاب واللي فضل معاه لحد ما ختم القرآن حفظ وتجويد في سن عشر سنين بعد كده بدأ صيته يسمع ويعلى ويكبر ولحد النهاردة عايز أقول لكم مجرد ما نسمع صوته ربنا يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجازيه عنا خير الجزاء. قلوبنا بترفرف معاه من جمال التلاوه اللي بتدخل القلوب على طول. احنا معانا على التليفون اللواء طارق عبد عبد الباسط عبد الصمد صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا صباح النور عليكم وعلى المشاهدين. اهلا بحضرتك يعني 32 عام مروا على فراقنا لفضيلة الشيخ العظيم كروان الجنة وصوت السماء والحنجرة الذهبية وما زال فضلته معانا طول الوقت لم يفارقنا للحظة واحدة حتى اللحظة اللي احنا متواجدين فيها مع حضرتك دلوقتي الحمد لله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني الإخلاص طبعا لما الواحد بيخلص في عمل وبيكون محب ليه ربنا بيبارك فيه على الرغم حضرتك زي ما قلت مر 32 سنه على رحيله لكنه رحل بجسده فقط نعم. اما صوته اما صوته لا زال يعني يمتعنا اناء الليل واطراف النهار نعم. والى ان يرث الله الارض ومن عليه يا رب طبعا يعني اكيد حضرتك ليك ذكريات لن تنساها كتير من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الامور اللي اتعلمتها اكيد كنت بتسمع صوته في التلاوه او هو فضلته رحمه الله بيستعد لقراءه معينه او بطريقه معينه من طرق التلاوه وحضرتك ورثت منه يعني طريقه التلاوه الجميله اللي الحقيقه لم تعوض ولم تحدث الحقيقه الحمد لله هو كان حريص منذ احنا منذ الصغر ان احنا نشانا طبعا في بيت القران ونستمع إلى القرآن اناء الليل واطراف النهار من الوالد وكنا حريصين طبعا ان كنا نذهب معه الى يعني الحفلات والمناسبات الدينيه طبعا. وكنا نحس بسعاده ونحس يعني بشرف ان إحنا ابناء هذا الرجل الذي ملأ صوته جميع ارجاء المعموره. طبعا بحضرتك ورثت منه التلاوه هل بطريقه معينه ولا هو درسها لحضرتك؟ ولا مجرد الاستماع هو ده اللي خلى حضرتك يعني اتعلمت ده لانه يعني اذا اذا كنت تسمح لي فاحنا نفسنا بـ يعني ناخد من حضرتك جزء حتى من تلاوه وان كانت قصيره معانا النهارده الصبح خلاص ماشي ان شاء الله ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا اما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم ربنا يا رب يفتح على حضرتك ويدمها وي 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 نعمة يا رب إن شاء الله بإذن الله ولكن سؤالي الأخير لحضرتك إحنا عارفين أنه دائما كل شيخ وكل قارئ القرآن الكريم آيات القرآن الكريم والذكر الحكيم كلها قريبة من قلوبنا وفيها شفاء ودواء لكل عليل ولكن بكل تأكيد يمكن يكون فضيلة الشيخ كان ليه بعض الصور أو الآيات من الذكر الحكيم اللي هو محببه الى قلبه في الترديد دائما هل كان في آه سورة معينه ايه معينه آه فضلت دؤوب على قراءتها يعني هو طبعا كان بيقرا القران كله وكان بيحب القران كله القران كله جميل اما كان في بعض الصور وفي بعض الايات يعني كان بيتجلى فيها وكان ليه يعني الناس تحب تسمعها منه باستمرار نعم زي سوره سوره يوسف مثلا طبعا وسوره سوره مريم وقصار الصور وسوره الرحمن ويعني صور كثيره من الحمد لله من القران الكريم كانت محببه الى قلبه وكان بيقراها والناس كانت تطلب انها تستمع اليها منه في المناسبات المختلفه طبعا وفضيلة الشيخ الجليل الحقيقة كان دايما حاضر معانا في كل المناسبات ومتواجد وهو حتى الآن الحقيقة يعني سبحان الله حاضر دائما طول الوقت مين ست من من العيلة كمان اخذ يعني او او يعني تم توريثه نفس يعني الطريق اه يعني الطريقة. التلاوه بهذا الشكل هو الحمد لله احنا جميع الاخوه كلهم الحمد لله حفظنا القران الكريم هو كان الولد حريص ان هو يحفظنا القران الكريم ما شاء الله واما بقى التلاوه والممارسه يعني اخويا برضه الاصغر مني حصل على اجازه ودرس في معهد القراءات وبيقرا القران الحمد لله. ان شاء الله، هل ممكن تعلمه ان شاء الله باذن الله الاجيال اللي جايه سياده اللواء انه يكون في امتداد لهذه العائله الكريمه في تلاوه القران الكريم؟ ان شاء الله باذن الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في القران العظيم باذن الله. اللهم امين، انا بشكر حضرتك جدا وربنا يا رب يدمها يا رب نعمه ما شاء الله يعني بشكرك جدا الواء طارق عبد الباسط عبد الصمد ابن فضيله الشيخ العظيم الجليل كروان الجنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله اللي زي قلت لحضراتكم يعني لم يرحل عنا. حتى اللحظه دي يجي باي مناسبه دينيه دايما كل يوم جمعه دايما طول الوقت تلاوته حاضره في اذاعه القران الكريم بشهر رمضان يا سبحان الله يعني طول الوقت ربنا يا رب يرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء باذن الله. هرجع مع ونروح لخبر تاني احنا تعودنا بالمناسبه ان احنا نشوف بعض الاعمال الدراميه او المسلسلات الاجزاء او المواسم. الشكل الجديد في القنوات والمنصات المختلفه اللي هو بقى موجود طول الوقت. في مسلسل امريكي اسمه دايونج اندي ريتشلز. المسلسل ده ضرب رقم قياسي متهيأ لي لحد دلوقتي في عدد الحلقات غريب جدا يعني انا ما بعرفش اقعد اتابع الحلقات الطويله دي ولكن المفروض ان هو يوصل في اول ديسمبر اللي جاي يعني بعد يومين من دلوقتي للحلقه رقم 12000 انا ما اعرفش احساس الناس اللي اتفرجت على مسلسل 12000 حلقه حاسين بايه؟ المسلسل بيتعرض على محطه سي بي اس الامريكيه اللي اعلنت ان المسلسل ده بدا حلقاته بالمناسبه سنه 1973 وبقى جزء من الحياه اليوميه لملايين الامريكان اللي متو يعني اللي بيتابعوه واللي هتتعرض الحلقه رقم 12000 منه، طبعا هو بيضم مجموعه من الممثلين بيلعبوا بطولته من عشرات السنين مع قصه بتدور حوالين عدد من العائلات في مدينه في احدى الولايات الامريكيه وبتتم دايما في اطار اجتماعي عشان كده بيقولوا انه الشركه او الجهه اللي بتعرض المسلسل هتنظم اسبوع خاص لانه هيبدا النهارده بقى ذكريات عن تاريخ المسلسل شخصياته من النجوم اللي شاركوا فيه منذ بدايه عرضه لكن فكره انه مسلسل يعيش ألف حلقه حلقه مش عارفه موضوع صعب شويه دول طبعا صور ابطال المسلسل اللي شاركوا وزي ما بقول لكم ما مين ممكن من الناس يكون شاف هذا العدد او هذا الكم من الحلقات خلينا نرجع للعالم ونقول أنه الازمه اللي بيواجهها العالم في 2020 بسبب انتشار جائحه كورونا بترجعنا لاكثر من 100 سنه لورا عشان نفتكر جائحه تانية بالمناسبه عدت وهي جائحه الانفلونزا الاسبانيه او لحد دلوقتي يقول لك الانفلونزا الاسباني النوع ده من الفيروسات اللي هو الانفلونزا راح ضحيته عدد كبير جدا من سكان العالم الغريب انه في شهود على هذه الجائحه اللي عد عليها قرن من الزمان شاهده اصيبت بقى سبحان الله يعني هي ملهاش مقياس انفلونزا اسباني وهي طفله رضيعه ونجت منها وكمان جالها كورونا في 2020 وهي عمرها 101 سنه اتغلبت الحقيقه وهي طفله على الانفلونزا الاسباني واتغلبت على الكورونا وهي عندها 101 سنه مش كده بقول لكم انه هذا الفيروس الغريب ملوش مقاييس هي معمره ايطاليه اسمها ماريا كملت 101 سنه في شهر يوليو اللي فات حالتها الحقيقه ليه احنا بناخد الخبر ده لانه العلم والدكاتره بيدرسوا هذا الفيروس المستجد عشان كده بنقول كوفيد 19 المستجد العلماء والاطباء احتاروا في اصابتها بفيروس كورونا وتغلبها عليه رغم انها هي مواليد 21 يوليو سنه 1919 في وقت ما انتهت الحرب العالميه الاولى يعني حتى خاض يعني حضرت وهي لسه مولوده الحرب العالميه الاولى والثانيه اللي هي كانت الخطوره بتاعتها او خطوره الحروب دي بالمناسبه قضت على ثلث سكان العالم تقريبا فهي عدت بكل ده وعدت بال... بال... بالانفلونزا الاسباني وعدت بكورونا عشان كده الاطباء محتارين من الحاله دي منها من قدرتها على ان هي تقاوم فيروس كورونا بالشكل ده اللي حصل كمان انها رغم هذا السن ما عندهاش امراض مزمنه ما عندهاش غير اوجاع الشيخوخه العاديه وبعد ما اتصابت في بفيروس كورونا في ابريل اللي فات تعافت من المرض وبقت كويسه جدا وبعدين رجعت الاعراض مره تانية في سبتمبر تاني يعني مش عارفه بقى هل الاصابه كده مرتين تقريبا ولا لا وبعدين جالها حمى فالدكاتره اكتشفوا انها اتصابت بكورونا تاني سبحان الله هل هي كانت خفت اولاني واتصابت تاني برضو ده اللي بيتقال دخلت المستشفى لمده 18 يوم والدكاتره برضو عندهم حاله من الاندهاش من القوه في مواجهه هذا الفيروس لان الاعراض بالنسبه لها ما كانتش اعراض شديده ولا حصل لها مشاكل في التنفس يعني على غرار دايما ما يحدث لكبار السن. واولادها اللي كانوا دايما بيطمنوا عليها بالتليفون قالوا ان العلاج اللي هي كانت بتاخده او اللي حصل كان بتاخد اجراء يعني الدواء كاجراء احترازي مش اكتر. علشان حالتها ما تدهورش وتقدر انها تتغلب على الفيروس للمره الثانيه هي بتعيش في دار مسنين من 2014 وقفت الحكايه لحد كده لا المره الثالثه اتنقل لها الفيروس مره ثالثه وتعافت منه للمره الثالثه انا بقول لكم انا ما هل ده كله كان بيكون تعافي من الفيروس ورجوع مره تانية ولا الفيروس كان بيفضل كامل ويعود الحياه شيء محير لانه الدكاتره لحد دلوقتي او الاطباء ما تفصيل عن هذه الحاله على وجه التحديد وخرجت من المستشفى للمره الثالثه عشان تهزم المعمره الايطاليه ماريا الفيروس كورونا وتهزم الانفلونزا الاسبانيه تهزم فيروس كورونا ثلاث مرات بالضربه القاضيه والانفلونزا الاسبانيه وهي طفله رضيعه وكمان تخرج الحمد لله رب العالمين من الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه سليمه الاعمار بيد الله ايه تعالوا نرجع بقى ال... احنا دايما شعب يحب ايه؟ احنا شعب اكيل بنحب الاكل دايما الاكل عندنا مرتبط بمناسبات كتير قوي يعني مثلا مولد النبي عندنا مرتبط باكل، العيد الصغير مرتبط باكل، العيد الصغير الكبير مرتبط باكل، شم النسيم مرتبط باكل، عيد الميلاد مرتبط باكل، دايما لينا طقوس ليها علاقه بالاكل ودايما عندنا اختراعات. طبعا البسبوسه كل الناس تحب البسبوسه، البسبوسه دي من الحاجات اللي احنا بنحبها في مصر فاحنا دايما متعودين ناكل البسبوسه عادي اللي هي بسبوسه تتعمل نحط عليها بقى مكسرات نحطها بالقشطه آه والعسل بالكريمه انما بقى الجديد ما تم اختراعه وهي بسبوسه البطارخ ازاي ما اعرفش لسه ما دوتهاش. بس يمكن عندي حب استطلاع اني اشوف زي ما بيقولوا على راي المثل بتاعنا اللي جاب القلعه يعني, يعني المثل اللي هو بيقول لك هتستغربوا اللي جاب القلعه جنب جنب الجبل ولا جنب الجمل ده المثل الشهير ايه اللي جاب البسبوسه اللي بتتسقي سكر وعسل مع الـ الـ البطارخ يعني موضوع صعب جدا او اللي جاب بيقولوا لي لا المثل اللي جاب القلعه جنب البحر دوخوني الاكله دي موجوده فعلا وموجوده في مصر ودي موضه جديده من الاكلات اللي بتعتمد عليها المطاعم المصريه اللي بتقدم اكلات السمك واللي بتقدم دايما وجبات جديده للسمك احنا شفنا مثلا تورتة بطارخ جاتو بالسلمون لكن صاحب محل احد اصحاب محل الاسماك اللي الحقيقه بيعمل ابتكارات جديده في السمك وهو صاحب اكله بسبوسه بالبطارخ اللي حضراتكم شايفينها دي بالمناسبه كل اختراعات اكلات السمك اللي نازله لسه جديد خرجت كلها من بورسعيد لحد دلوقتي بورسعيد اكتر محافظه طلعت اختراعات وتغيير في اكلات السمك بسبوسه البطارخ بيحطوا عليها طحينه وصوص كده معين وبصل وبتتعمل في طاجن مش بس كده في اكله كمان اسمها الجردل اه والله الجردل ده عباره عن مجموعه كائنات بحريه فيها جمبري صبيت كابوريا بلح البحر احنا جوعنا صوص بهارات بصل ودي بتتعمل في جردل والمطعم بيقدمه او بيقدم الاكل ده كله في الجردل زي ما هو الاكله كمان اللي احنا عارفينها على فكره وبنسمع عنها اسمها المبكبكه ده نوع على فكره من انواع المكرونه لكن المبكبكه دي بقى حاجه تانية بتتعمل من فواكه البحر مع الصوص الاحمر احنا عارفين المكرونه المبكبكه دي بتتعمل كده محمره ويبقى ليها صلصه حمراء خلاص اهالينا بقى بورسعيد ما بس بالمبكبكه لا عملوا أكلة اسمها العدوان الثلاثي يعني على غرار ما حدث سنة 56 وهي بطارخ جمبري صوص جبنة بصل بيت صبيت دي أكلة ديناميت مدمر مش بس كده حطوا أكلة تانية اسمها المركب المركب دي فيها إيه؟ جمبري صبيت خلطة بورسعيد اللي مش هيقولولنا عليها وبلح البحر وبألف صحة وهنا وانا متأكدة كتير جدا من الناس اللي بيشوفونا النهارده هيروحوا فورا يطبخوا سمك. أنا حاسة إن أنت نفسك فيه يا عامر صح؟ عامر مخرج بيقول لي أنا عايز الطبق اللي على الهوا ده. طب على فكرة احنا ما احنا مش عارفين إيه خلطة بورسعيد يا عامر. ما, ما مش هيدينا سر الخلطة. <تصفيق> <تصفيق> كنترول ريقه جري على الصبح أه حاسة بيكوا حاسة. طيب انا انا رأيي احنا نقصر وناخدها من قصيره ونطلع على بورسعيد نجرب كل الاكلات وعلى فكره احنا كنا لسه طالعين مع حضراتكم حلقه قريب في هذا الصباح من بورسعيد تجنن تجنن بجد من المحافظات الجميله واللي واللي بورسعيد على فكره خليني بس بورسعيد غير اختراعات الاكل بورسعيد بجد كانت محافظه محظوظه قوي بالمشروعات اللي اتعملت فيها يعني هتلاقوا انه بورسعيد لو بنيجي نبص للعشوائيات الحمد لله بقاش فيها عشوائيات التامين الصحي بيتنفس فيها سوق السمك في بورسعيد الله وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه برده تانية يعني هشجع الناس تروح بورسعيد بقى وتروح تجيب اكلات سمك الطرق السريعه اللي اتعملت والطريق الدائري ومحور 26 يوليو كل الطرق دي خلت ما فيش وقت انك تروح بورسعيد وطريق الدائري الساحلي يعني انا لما رحت ما فيش وقت انك تطلع من القاهره عشان تروح بورسعيد بتروح المسافه في وقت صغير جدا فالناس اللي رقها جري على الصبح عشان اكلات السمك اللي احنا كنا بنحطها دي خدوها من قصرها وروحوا سوق السمك في بورسعيد تحفه. السوق معمول انا شخصيا وانا راجعه اعترف لكم بسر بعد ما خلصت الحلقه عديت على سوق السمك بتاع بورسعيد. جبت وانا راجعه بقى ملذه وطاب يبقى الحقيقه صندوق كده ويحطوا فيه تلج والحاجه بتوصل زي زي الفل يلا بقى عشان احنا رحنا في حته تانية <applause> نرجع نكمل الحلقه. احنا بقى كل يوم بنجيب لكم اخبار غريبه. او الاخبار اللي هي دايما بتلفت نظرنا في العالم كله لانها بتبقى بجد قصص غريبه القصه دي قصه راجل روسي حط عمله معدنيه مش عايزه اقول لكم فين في الانف من ايام ما كان طفل صغير قعدت العمله المعدنيه دي في الانف قد ايه نص قرن خمسين سنه خمسين سنه هو فضل وهو صغير خايف يقول لمامته ان هو عمل كده عشان ما يتعاقبش مع الوقت كبر وتعود وعاش لحد ما بقى طبعا هو عمره 53 سنة وهو عمل الحركة دي وعنده ست سنين هو دلوقتي عمره 59 سنة لما وصل عمره 59 سنة ابتدى يشتكي ان هو مش قادر يتنفس راح المستشفى كشفت عليه طبعا بالأشعة والفحوصات لقوا ان في انسداد في ممر الانف عمل مضاعفات تانية لان العمله المعدنيه دي عملت تجويف حواليها الاطباء عملوا العمليه بالمنظار تحت طبعا التخدير وطلعوا العمله اللي كانت موجوده من امتى بقى من ايام ما كان في الاتحاد الاتحاد السوفيتي قبل ما ينهار وهي عن عباره عن فلس واحد كان اسمها كوبيك وقفوا طبعا استخدامها بعد ما تم تفكيك الاتحاد سنة 1991 الحمد لله هو خرج من مستشفى بالسلامة بعد يومين وتنفس كويس جدا بعد ما شقوته وخوفه من مامته اتسببوا في هذه الواقعة يعني وهو عنده ست سنين عمل الحركة دي وفضل لحد ما بقى عنده 59 سنة مواقف وطرائف طيب نروح لفاصل صغير وبعدها نرجع نكمل فقراتنا في هذا الصباح خليكم معانا وبنرجع لكم تاني عشان نكمل فقرتنا في هذا الصباح الحين الفقره دي احنا بنتكلم فيها عن الاسر المصريه يعني الشباب امتى لازم يفكروا في الخطوه اللي هي متعلقه بالجواز وانا هنا بتكلم على الشباب انا بتكلم على الـ من الـ من الجنسين رجاله وستات اللي هو بدايه حياه الاستقرار انك تكون انسان مستعد أو إنسانة مستعدة لتحمل المسؤولية الجواز مش اسمحوا لي بقى مش شبكة وفرح وهنزف العفش وننجد ونروح نجيب شقة حلوة ونملى النيش حاجات ما تلزمنيش وبعدين نتصدم إن إحنا مش عارفين نعيش حالة الجواز اللي هي أنت ممكن يكون الزوجين كمان بيفكروا في الإنجاب وإن أنا بعرف إن الطفل اللي هجيبه ده مسؤولية وإنه لو لا قدر الله هننفصل برضه نبقى عارفين إزاي نراعي ولادنا ازاي نستقبل الأطفال ازاي نرعيهم ازاي نعيش حياه مستقره ما تنتهيش بالانفصال طب انتهت بالانفصال طب ينفع نحترم بعض واحنا بننفصل؟ ينفع نحتفظ بالاحترام والعادات والتقاليد والمعروف والانفصال يبقى بالمعروف برده؟ احنا معنا ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الكاتبه الصحفيه امنيه طلعت صباح الفل آه يا عليك. صباح الخير عليك حسينا بجد وانتي كمان يا حبيبتي ومنورانا طلتك في هذا الصباح قلبي بجد يعني خليني بقى بصي سيبك من الكلام النظري وخلينا نتكلم قاعدة اتنين ستات, ستات, مع بعض, مع بعض. اه مع بعض. دايما انا وانت آه. آه. امهات اه وبنشوف اصحابنا واصحاب صحابنا واللي حوالينا واجيال سن ولادنا واكبر هو ايه اللي بيحصل في الاختيار وليه الجواز بقى شبكه وزفه وشقه وفرح وانزغرت وفستان ابيض وشهر عسل طيب ومش كله بقى كده دلوقتي هو دلوقتي المجتمع زمان يمكن كان في فكره انه الجواز بيحصل صالونات اغلبنا في سني انا اتجوزنا اللي هو الجواز التقليدي كويس لكن حاليا في العصر الحالي اللي هم الشباب اللي في سن الجواز المساله تقريبا في رأيي اتقسمت نصين نص لسه بيتجوز بالشكل التقليدي والنص التاني بيتجوز عن حب وارتباط دام مثلا في ناس بتقعد مثلا سنتين ثلاثه واربعه مرتبطين قبل ما يقرروا الجواز ويتجوزوا فللاسف بقى الشديد ان لا دول ولا دول آه عارفين يعملوا آه حياه مستقره والحياه المستقره اللي انا بتكلم عليها مش معناها ما فيهاش مشاكل كل الحياه اللي في مفيش الدنيا جواز مشاكل. فيها مشاكل. آه. مفيش مشاكل ما فيش جواز ما فيش اسره بتتبني ايا كان غنيه فقيره ميدل اللي هو طبقه متوسطه ما فيهاش مشاكل طبعًا. مشاكل اقتصاديه مشاكل اجتماعيه بتاعه الاحتكاك ما بين يعني يعني انا وبنتي وانا وابني وانا وامي وانا واختي اللي هو يعني فيش اقرب من كده بنتخانق طول الوقت وبنختلف وكده لا المشكله بقى ان الخلاف بيوصل بينا لغايه فين آه الفكره انه القرار الجواز في العصر الحالي بقى بيتاخد آه بسرعه لأنه طبيعة الشباب دلوقتي ما بقتش زي ال... الناس زمان بنتكلم على الشباب ال... الجنسي الز... آه آه طبعاً الشباب والشابات يعني هو في اللغة العربية دل... الولاد. لا يعني. لا أوه. في اللغة العربية الفصحى لو عندي تسعة وتسعين ست وراجل فبنتكلم بال... بالمذكر, بالمذكر. فبالتالي أنا بعني الشباب فهو الشباب أو ال... يعني البنات والصبيان اللي في سن الجواز دلوقتي كلهم برغم انه بيتجوزوا سن متاخره الا ما عندهمش النضج الكافي للتعامل مع الجنس الاخر او مع ايا كان يعني مع المجتمعات بشكل عام لانه التكنولوجيا للاسف الشديد خلت بقى في نوع من انواع الفردانيه والعزله الناس بقت بتتعرف وبتتكلم وبتعمل كل حاجه عن طريق التكنولوجيا وانا مش ضد ده لان ده سمه العصر لكن بقول انه طالما ده بقى جزء من حياتنا يبقى لازم اننا نركز ده في الفكره بسبب التكنولوجيا دي ده موضوع تاني هنتكلم فيه مع بعض بيعيشوا في عزله زوجيه جوه البيت اه 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 بيبعتوا يعني انا لما ظهر الواتساب اول ما طلع كانت بنتي في اوضه النوم بتبعت تقول لي هنتعشى امتى فطبعا آه. كنت بتخانق معاها طبعا بطلع اقول لها انا محطوطه في الصاله يعني يعني اطلعي قولي هنتعشى امتى لكن آه فطبعا في صراع معين من الجيل الاجيال اللي موجوده دلوقتي التكنولوجيا جزء 75% من حياتهم كويس شئنا ام ابينا ده ده الواقع فانا بقول بقى خلينا ناخد بالنا يا جماعه من حاجه مهمه جدا اسمها ان مش معنى ان انا كنت بتكلم مع الشخص اللي انا مرتبط بيه او مرتبطه بيه العكس يعني 24 ساعه على الواتساب او 24 ساعه على فيسبوك او كنت كل شويه بجيبه على التليفون يبقى انا عرفته آه. المعرفه احنا كنا بنبقى بنقابل خطيبنا وبنخرج و... وناكل دور على الكورنيش ونروح كازينوهات و... ونقعد ونتكلم ويجي البيت و... ونقضي عيد واثنين واحنا مخطوبين ولما بنتجوز بيكون في معرفه تانية ان في معرفه تانية أوه. فبالتالي دي نقطه لازم تتحط في الحسبان سواء اللي هيتجوز الجواز اللي اسمه صالونات او الجواز الحب وال... والاختيار الديمقراطي او الحر بين الاثنين اوكي فلازم نعرف بعض كويس حاجه مهمه كمان لازم ناخد بالها من ناخد بالنا منها النقطه الاقتصاديه لان الوضع الاقتصادي مهما كان الرجل والمراه سمن على العسل الوضع الاقتصادي ممكن يدمر اه اللي بيوت. هي الظروف المعيشيه وان احنا يبقى عندنا تطلعات يبقى عندنا حاجات احسن والضربات الاقتصاديه اه والمشاكل اللي بتحصل بقى اللي بتحصل في البيوت لا يعني ممكن اكون متجوزه على وضع اقتصادي معين فجاه جوزي يحصل له مشكله اه بس احنا تعودنا وتربينا انه دايما الستات يقول لك آه لا هي بتعيش في كل لا الاحوال لا لا و... ما فيش الكلام ده خالص ما بقاش موجود ما بقاش موجود بجد؟ لا لا, لا. بس معظم الستات امهاتنا واللي قبلنا أم أم دول يمكن إحنا بيعيشوا باي طريقه وباي مبلغ اصغر مني فما تقعديش معايا تقولي <applause> احنا لا انا اقصد اقول لا اتربينا يعني. على انه هنعيش في أي ما كانت الظروف يعني زي ما كنا بنقول كده معنا 10 جنيه هنعيش على قدها لا معناه 100 جنيه هنعيش على قدها لا لا ما عادش موجود برده لا 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 ما عادش موجود بنسبه كبيره وده اللي انا ملاحظاه لان زي ما انت عارفه انا بيجيلي رسائل كتير على الايميل وعلى السوشيال ميديا وفي ناس بتطلب يعني هو انا قلبي كويس واول ما لقدر لا قدر الله يحصل له اي ظرف في شغله اسيبه و... و... اه و... والعكس بقى كمان لو الست عيت او تعبت او او طلبت مثلا ان هي أنت يعني خسرتي عدد حالات كتير من الستات آه اللي تعبوا وجالهم اه طبعا جالهم امراض جالهم امراض والزوج ايا كان وضعه التعليمي بالمناسبه آه يا اما بيتجوز عليها في السر يا اما بيسيبها ويمشي ويتخلى بيطلقها آه آه طبعا في حاجات زي كده اي دروب اقتصادي اي دروب اجتماعي ايا كان الوضع بتلاقي الاخر خد ديله في أسنانه وخلعه هو ده بيبقى آه. <applause> يعني قلة حب ما هي المشكله انا مش عارفه هما بيحبوا يعني ايه بيحبوا يعني م. القرار بتاعنا حبيته او القرار بتاعنا اتجوزت مبني هتجوز ده مبني على ايه مبني على الفرح والزفه والشكل بتاع الهيصه طبعا احنا بنسمع دلوقتي ارقام فلكيه في الافراح في ناس بتعمل في فرح ناس, بتعمل ناس بتعمل ألف, ألف بالـ بالـ بالجهاز كمان لا سيبك من الجهاز ده يعني على على الاقل انا الجهاز خدت عفش حطيته في بيتي قاعد عندي في ناس بتبالغ تقصدي في الافراح اه ده في دلوقتي بس يعني, أنا يعني لو حد معاه ومقتدر لا لا مش مقتدر انا كنت لسه هقول لك في ناس بتاخد قروض من البنك او تستلف من قرايبها بال ألف وال200 وال ألف عشان العروسه عايزه فرح في فندق كبير وزفه اسطوريه والمش عارفه ايه وده ناتج من السوشيال ميديا والجنان اللي عملته الناس التطلعات للناس. بتاع يعني استعراض الحياه تطلعات يعني الحياه او خلينا نقول الجهاز والفرح اللي احنا كنا ممكن متعودين عليهنا ممكن عروسه على على قبل. تستلف الفستان اه كان آه. لسه حد كان بعث أو لي أو برضه على, على موضوع استلف الفستان ده عادي اه ده عادي او تاجروا او اجروا بالاضافه مش سيبك من الفستان انا بتكلم على الفكره بتاعه التطلعات القائمه على ما نراه على السوشيال ميديا مم. حاله استعراض الحياه اللي احنا كلنا بنتفرج عليها كل يوم في السوشيال ميديا عملت خلل عند ناس كتير جدا، مم. لما مثلا واحده تشوفني وانا وانتي لابسينه ومتأنتكين عشان طالعين في التلفزيون مجاش التمثيل حلو بس مجاش في البيت أو طبعاً. اه طبعا لو آه نفس الشيء بقى اي حد بيطلع على السوشيال ميديا ما بيطلعش بطبيعته، ما هو اكيد بيطلع وهو في احسن صوره طبعا لما بستعرض ان انا ام جميله، لما بستعرض ان انا زوجه رائعه، لما بستعرض ان انا عندي مطبخ هايل، لما بستعرض ان انا اتجوزت في اوتيل خمس نجوم والظبط <applause> <applause> بس كل ده كل ده خليني اقول لك مش اساس الحياه وانا بيبقى ازمتي هو ده انا بتكلم عليه لما بياخدوا قرار <applause> هنتجوز بقى الانجاب اه ما هي ما هو قرار الجواز كان في الاساس مش ناضج <applause> اوكي حتى لو كانت العروسه عندها 30 سنه والعريس عنده 40 <تصفيق> <تصفيق> انا بقول انه المجتمعات بتاعتنا شكل المجتمع بتاعنا حاليا اوكي خلى الناس يبقى عندهم نوع من انواع قله النضج م. اوكي زمان كان ممكن الواحد يتجوز وهو عنده 20 سنه البنت والزوج عنده 25 او 30 وهو ناضج زي ايام جد جدي وجدتي اتجوزوا وهم عندهم 17 سنه بس كانوا ناضجين احنا تقريبا كل ما كان بنطلع عندهم احساس بالمسؤوليه اه اه كان آه آه عندهم حساب انهم ناضجين وعرفوا و... يخلفوا وعرفوا يربوا أو. وما اتطلقوش واتجوزوا لمده 60 سنه ولا لغايه لما ماتوا فضلوا متجوزين على فكره انا مش, مش ضد ان حد ياخد, ياخد قرار الطلاق ولا انا اذا مش عايز يستمر بس انا ضد ال... 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 الآليه او ما يحدث بعد قرار الطلاق أم أبقى... أبقى هم قرروا يتطلقوا في بينهم اطفال ال... العداوه بقى والفجر في الخصام هو ده بيبدا ومش من الراجل بس على فكره من الست كمان من والست بقى ب... بنسبه عاليه لانه الاطفال القانون بيدي المراه الحق م. في ان الاطفال يكونوا عندها لغايه سن 15 سنه آه. وبيدي الحق انها تقرر لو هي شكت في ام بتستخدم جبروتها وتحرم الاب من, من الرؤيه وتقول له الساعه او الساعتين اللي هو في نادي او في مكان عام أوه. بس مش اكتر من كده ممكن و... ما توديهمش وما بتوديهمش بقى لان لا هي تقول انا عيانه مش قادره انزل النهارده انا الولد سخن طب الولد وإحنا مش إيه؟ ل... بيعملوا حاجات زي كده ليه لازم نوصل للمحكمه ما هو ليه بي لما ما هو ينفعش ده اللي انا بقوله مفيش نضج في العلاقات انا لما انا كست مثلا لو لو اديت لنفسي حق ان انا اطلب الطلاق او اني اخد اطلق نفسي بالخلع فلازم ادي الراجل كمان حق ان يقول ستوب كفايه مش عايز اطلق ما هو ده حقه الاصيل اصلا تمام اوكي يعني تمام. ده حقه الاصيل يعني اصلا اه يعني انت شايفه الحق بتاع الطلاق للاثنين ما هو موجود انا عندي الخلع وهو حقه الاصيل في الطلاق هو كده شرعا حق الاصيل في الطلاق في يد الرجل كويس اوكي الـ الـ انما المراه لما تكون كارهه فالشرع ده حق انها ايه تخلع نفسها كويس وترد له ايه ما اعطاه اه بس في ما يرد الولاد لا الولاد دول دول بقى دول حاجة ما بيتردوش تانية. الولاد حاجه ثانيه فالولاد بيبقوا عنده امهم لان الام هي اللي بترعى كويس اوكي بترعى الرعايه الاجتماعيه لان ده دور نسائي اصلا طبعا الرعايه الاجتماعيه دور نسائي بحت ولا يستطيع الرجل القيام به وده مش بيقلل من طب هي الناس المرأة. لما بتيجي تتجوز مش بنقعد واحنا بنتكلم في الجواز بنتفق بقى على الشبكه والمهر والقايمه ما هي كل دي مبيهات. طب لما بيجي لما بيجوا يتطلقوا ما بنحطش ليه اتفاق ده ما هو ده انه ما يروحش المحكمه يطلق مثلا مش عايز يكمل في الجواز عايز يطلق مراته كويس فيحرمها بقى حقوقها الماديه برغم ان هو اللي ماشي اهو انت مم. اللي ماشي لازم تديها حقوقها الماديه كامله وبعدين لما بيمشي انت ما انت عندك عيال مم. على فكره فلازم ياخدوا هم كمان حقوقهم الماديه اوكي طيب المراه على الجنب الثاني على فكره دول ليهم اب يعني انت لو ماشيه وسايبه أو, او هو طلقك وانت مش عايزه تتطلقي يعني ايا كان السبب مم. اوكي ما هو زي ما انت يعني زي ما الست بغض النظر من عن اسباب الانفصال وتمشي آه. الراجل من حقه يكره ويمشي فويس. اوكي فطب ايا كان سبب الانفصال في اطفال انتوا على فكره مجوش صدفه مم. يعني مش صحينا من النوم ايه ده؟ احنا, إحنا في القرن ال 21 يعني في تحكم في الانجاب اوكي انا عندي كل وسائل منع الحمل اذا انه الانجاب كان قرار مشترك قرار قرار مشترك طبعا اكيد قرار مشترك اوكي مم. الانجاب قرار يعني ويه. العيال جت لان انتوا عايزين العيال تيجي فصباح الخير العيال دول مسؤوليتكم انتوا الاثنين طب ليه ليه هو ده بقى السؤال اللي دايما انا ببقى متغاظه منه جدا شويه احنا زي ما بقول لك اتفقنا في كل حاجه هو ما ينفعش لما نيجي نتطلق نتفق في كل ما هو حاجه هو ده اللي احنا بنحاول نقوله دلوقتي يا جماعه اي اي. اللي هو ثقافه ان احنا نقعد ويجي حكم من اهلها وحكم من اهله انت هتقعد هتدفع لهم نفقه قد ايه هتصرف عليهم بكام هتشوف ولادك كل قد ايه هتاخدهم انت صح اه بالظبط كده يعني الرجل من حقه انه الولاد في الاجازات يقعدوا معاه فترات على قد ما طبعا الرجل بيشتغل اكتر من المراه ايا كان الوضع الا م. اذا كانت المراه ما عندهاش مصدر دخل غير شغلها فبتشتغل ليل ونهار ده بقى لو الاب متوفي طب احنا لو نكمل كدا. في دي. لكن بس هستاذنك هنروح للموجز على راس الساعه وبعدها أوكي. نرجع نكمل حديثنا الموضوع الموضوع ده مهم جدا انا بتكلم فيه الحقيقه مع الكاتبه الصحفيه امنيه الله احنا بنكلمكم عادتنا مش عشان لا نكلمكم مين غلطان ولا مين صح ولا ولا مساله القوانين بتنصف مين ولا وضع اجتماعي احنا عايزين كويس. الناس ترجع تحترم بعض وتحافظ على العادات والتقاليد بتاعت زمان فاصل صغير وراجعين وبنرجع لكم عشان نكمل كلامنا مع ضيفتي الموراني الكاتبه الصحفيه امنيه طلعت وكنا بنتكلم ان احنا احنا مش طالعين لا سمح الله لننظر على حد ولا اي حاجه بس احنا كنا بنتناقش اخيرا اتفاق الجواز لماذا لا يحدث اتفاق طلاق بما انه جواز بالاتفاق ما هو الجواز مادي الجواز لما بي لما بيحصل الجواز بيحصل كويس. اتفاق مادي كويس ما بيحصلش اتفاق معنوي اوكي طبعًا. يعني دايما بيتفقوا على الفرح بكام والشبكه بكام والمهر بكام وهنجيب عفش ازاي لكن ما بيتفقوش على التعاملات المعاملات ال ال الاجتماعيه او المعاملات المعنويه كويس. فطبعا لما بيحصل طلاق بيبقى كل واحد خايف على الكرسي وخايف على الذهب وخايف على الفلوس اللي خسرها وخايف على الفلوس اللي خدتها او اللي ادتها او ما بيحصلش طب انا الجزء المادي زي طلع. ما قلت لك ان هو مش قضيتي الكبيره بقدر بقدر ما قضيتي الكبيره ما هو المفروض ما يبقاش القضيه بقى الولاد اه طبعا الولاد مهمين جدا لانه مش مهمين جدا ما انتوا اللي جبتوهم قرار الخلفه ده زي ما قفلنا في الفقره المشترك مشترك, مشترك كويس. لانه زي ما قلنا احنا ما عندنا عندنا القدره حاليا على اني اتجوز من غير مخلف كويس تمام فقرار الجواز ده حاجه غير المفروض بقى اللي نتعلمه يعني ده اللي نبدا ناسس له في مجتمعاتنا مم. ان قرار الجواز ملوش علاقه بالخ... بالخلفه مم. يعني الخلفه ما بتجيش في نفس العبوه او الباكج يعني بتاعت بتاع الجواز, الجواز. كويس. انت لو عايز تتجوز علشان آآ آآ عايز تكمل نص دينك البنت عايزه برضه تكمل نص دينها وده حق الجميع واحنا مجتمع محافظ وهي دي الطريقه الوحيده لان يكون الرجل مع المراه الزواج اوكي كويس. طيب طالما ما عنديش فرصه اني اكون مع راجل او اكون مع ست بشكل مباشر واحتكاك مباشر في مجتمعاتنا غير الجواز فارجوكم انه قرار الجواز يبقى ملوش علاقه بقرار الخلفه كويس. لانه احنا للاسف الشديد دلوقتي في محاكم الاسره قضايا طلاق كتير جدا ام عمر الجواز ست شهور واحيانا وفي حمل سنة وفيه اه وفي حمل سنه آه وفي طفل اوكي ده في آه كيس قضيه انا واحده كلمتني عليها اتجوزت عندها 20 سنه اتجوزت شهرين مم. وخلفت بقت حامل في خلال, شهر في خلال الشهرين بقت حامل كويس. اتطلقت قبل ما ما تخلف <applause> اوكي فدي مقاسي للاسف كبيره جدا إيه ليها علاقه بانه ربط الجواز بالخلفه فانا اتمنى ان احنا نوصل للمرحله بتاعت انه طبعا العائلات لا تشكل ضغط على ولادها يعني الام تقول لابنها والام تقول لبنتها ها من اول ما يتجوزوا اه إحنا لسه ولا ربنا لس. ما سهلش بالظبط فهو آه. مفروض انه نبدا بقى لانه دي متطلبات العصر يا جماعه ارجوكم زمان ما كانش كده بس زمان ما عادش ينفع دلوقتي اه اللي هو ناخد هدنه عبال ما ناخد قرار سنة الخلفه مش مطلوب من حد اكتر من سنه أوه. اتعرفوا على بعض في سنه وبعد السنه دي شوفوا يا اي اتنين اسبوع بيبان اوكي ابتدوا يلاحظوا الاختلاف طبعا اسبوع بيبان يعني إيه لو لو انتي صاحيه الصبح فتحة التلاجة نفسها شوفي والله المسألة تافهة إلى الدرجة مم. يعني العلاقات بين الاتنين ازاي يطيقوا بعض واصلة لدرجة مسكته للفنجال مسكتها لل طبعا. بتوصل للدرجة دي اعرفوا بعض يا جماعة بالتفاصيل الممل المملة مم. اوكي و... عندكم سنة سنة حلوة قوي سنة أوكي. يعني انتي شايفه انه الانجاب المفروض يكون قرار متاخر آه، عن بعد سنة. الزواج لكن ما يبقاش سنه ده المينيموم اه لكن ما يبقاش اول الجواز خلفه فطفل طبعا اه ما يباشر. طبعا يعني انا في ناس من اصدقائي اللي هم يعني في سنك دلوقتي مثلا كده دول خلفوا بعد اربع سنين او خمس سنين من الجواز أنا في كابل أعرفهم وده كان قرارهم اه وهما دلوقتي مت... متجوزين بقالهم فترة طويلة جدا لكن لسه ابنهم عنده ثلاث سنين مثلا اوكي لأنهم خدوا القرار بعد ما تأكدوا تماما إنهم وأنا فاكرة كويس جدا إنه الزوج كتب بوست ساعتها على الفيسبوك مؤثر جدا إنه هو دلوقتي وهم بيستقبلوا ابنهم هو متاكد انه مهما حصل هيكمل حياته مع الانسانه دي بالظبط فده يعني انا ما بقولش نقعد السنين طويلة اللي هم قعدوها دي لكن انا بقول انه على الاقل المينيمم يا جماعه السنه الاولى سنه أوه. ادوها لنفسكم علشان تقدروا بعد كده تقرروا اذا كان انا هكمل مع الشخص ده او انا هكمل مع الست دي يبقى نكمل للاخر معانا بقى عيال اتنين تلاتة أربعة مع إني طبعا ما أحبش حد يجيب أكتر من اتنين طبعا احنا آه مش فوق إحنا بنقول بلاش زيادة سكانية يعني من أنا الأنصر... بقول بتمنى ذلك يعني آه واللي يخلف عيل واحد كمان يعني أنتِ عارفة أنا شخصياً كنت واخدة قرار الإنجاب جبت خلفت مرة واحدة لكن ربنا رزقني باتنين أوه. فده قرار ربنا مش قرار أنا لكن أنا لما شاركت في توأم بس اه هما توأم ما شاء الله ربنا يخليهم لي آه بس ترمي. أنا الحقيقة برغم إن أنا كنت يعني أنا محسوبة على جيل التسعينات آه إلا إني أنا كان في قرارة نفسي أنا مش هعمل الموضوع ده غير مرة واحدة لإني أنا دايماً معتقدة أنا مش ضد إنه يخلف اتنين بس أنا رأيي إيه؟ إنه حتى لو معايا الفلوس اصرف على ولاد كتير لهم الوقت اكيد ما عنديش الوقت أو طبعا لاني انا مثلا المتطلبات العصر بتاعت دلوقتي حتى لو الام ما بتشتغلش أوكي. لا محتاجة تركز مع اولادها طبعا متطلبات العصر كبيرة طبعاً. التحديات كبيرة تحديات يعني أنت لسه تحت الهواء قاعدة بتكلميني بتقولي بس دول كبروا يا امنيه ازاي لغاية دلوقتي تعبينك آه. للاسف الشديد سن الادلت او ان هو يبقى سن الرشد ما بقاش 21 احنا بنتكلم في اكتر من كده دلوقتي في العصر الحديث آه 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 الولاد بقوا بق... دايما بتبقي وقت. محتاجة تتابعي حتى بعد سن ال21 طب انا ف... عايزه أب 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 ارجع معاكي خطوه لورا هو احنا ليه لازم نروح المحكمه ما هو المحكمه دي معموله بشكل عام القانون والمحكمه يعني عشان ينظموا الناس اللي ما فيش عشان لما اتنين يمسكوا في خناق بعض انا فاهمه تتدخل الدوله أوه. بيمسكوا طبعا. في خناق بعض طيب احنا ليه ما ب... يعني ما هو ده اللي انا وأنتي بنعمله دلوقتي ان احنا ليه لازم نروح المحكمه او ما ينفعش نتطلق من غير محكمه ما هو ده بتمنى اتمنى ذلك يعني ما ينفعش انه الاب إنو... والام يشوفوا ولادهم عادي ويتناقشوا في الامور آه، الماديه بينهم وبين بعض عادي آه، طبعاً. والاجتماعيه عادي وكل حاجه ويفضلوا اصدقاء ده اللي بتمناه حتى عشان الجو الاسري اذا كانت يا ستي مش ذلك. اصدقاء انا مش عايزاهم ينزلوا ياخدوا قهوه مع بعض لا، مش لازم في النادي أه، أه. انا عايزه لما يكون في قرار خاص بالاطفال يبقى مشترك عايزه ما يتمنعش الاب من ولاده ويتقال له اصرف فيتحول لبنك لشيء غير معلوم بالنسبه له، م. اوكي؟ وبعدين لما واحده تقول لك ده ابوه ما بيصرفش عليهم، طب انت عملتي اللي عليكي وسمحتي له انه يشوفهم بشكل طبيعي م. ياخدهم عنده في في ناس يقول لك ايه؟ جدا في نفس اصل ممكن عليك. يخطفهم، يا ستي طيب ما هو إخل... ليه نتعامل دايما مع ال, ال... الـ... بعض. مع أسوأ وضع للـ للـ للمساله طبعا. احنا عموما هيبقى لينا لقاءات تانية مش تاني زي ما اقول وشاركيني راي احنا مش طالعين لا ننظر ولا نقول لا لا انا مش عايزه انظر لانه القانون اتحط وانتهى الـ الـ احنا القانون محتاجين نظبط إحنا, احنا بس بنقول ايوه بالظبط كده م. انه القانون مهما كان ومهما يتم تعديل مواد او ما الى ذلك عمره ما هيكون مرضي للجميع لكن إحنا ما... ما هيكون انساني اه هو لكن, بيحط إحنا لكن احنا بنتكلم للنزاع بالظبط لكن احنا بنتكلم على الجزء الانساني والعلاقات الانسانيه داخل الاسر المصريه والبيوت حتى لو كان اثنين قرروا ان هم ما يكملوش حياتهم مع بعض انا بشكرك جدا ميرسي انا اللي متشكره في انتظارك تاني ان شاء الله ان شاء الله شكرا شو للكاتبه الصحفيه امنيه طلعت اللي كانت معانا النهارده وباذن الله هيكون لينا لقاءات تانية لانه ده موضوع زي ما بنقول حوار كده مجتمعي عايزين دايما نفضل نتكلم مع بعض فيه ونسمع بعض بالمناسبه دلوقتي هسيب حضراتكم ونروح في بس مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من هيئه الارصاد الجويه عشان نتعرف على توقعات حاله الطقس النهارده وتطورات الاحوال الجويه في محافظات مصر مع الزميله درية عاطف مراسله اكسترا نيوز صباح الخير عليك يا دوريه ويومك سعيد وبكل تاكيد مشاهدينا في انتظار توقعات هيئه الارصاد الجويه عشان خلاص احنا يوميا في انتظار البيانات او تحديث البيانات الصادره من الهيئه عشان نكون مستعدين لحاله الجو خلال الايام القادمه لك يا دريه صباح الخير عليك اسماء وعلى جميع مشاهدينا الكرام بالفعل من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه وكما ذكرت يعني اسماء يعني هناك تقارير دوريه بتصدر من داخل الهيئه ولكن لمزيد من التفاصيل حول حاله الطقس اليوم والتي سنشهدها على مدار الاسبوع تنضم لي ضيفتي دكتوره ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عماد ورحب بك يا دكتور في البدايه على شاشه اهلا بحضرتك استاذه دريه من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه الاداره العامه للتحليل اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور يعني لو في البدايه تطلعينا على حاله الطقس اللي هنشهدها على مدار اليوم هو طبعا في تحسن واضح في الاحوال الجويه ومنذ يوم السبت الماضي بدات تتحسن الاحوال الجويه بشكل كبير انعدمت فرص سقوط الامطار على معظم انحاء الجمهوريه سطوع تام لاشعه الشمس اثناء ساعات النهار عوده درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه خلال هذا الوقت من العام الرياح بتكون معتدله على معظم مناطق الجمهوريه ده مستمر معانا النهارده الاثنين ان شاء الله لكن مع نهايه اليوم هتبدا تكون في فرص امطار على بعض المناطق من اقصى غرب البلاد يعني نقدر نحدد السلوم ومطروح على وجه التحديد اما بين حال الجمهوريه بتنعدم تماما فرص سقوط الامطار الشبوره المائيه كانت موجوده معانا في الصباح الباكر ومستمره معانا على الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه فيما عدا ذلك ما فيش اي مشاكل في حاله الطقس واستقرار تام النهارده الاثنين ان شاء الله في الاحوال الجويه يعني هل هنشهد الاستقرار ده يا على مدار الاسبوع ايضا ولا هناك توقعات يعني لوجود موجه اخرى لسوء احوال الطقس كما شهدناها يعني في نهايه الاسبوع الماضي هو طبعا غدا الثلاثاء والاربعاء ان شاء الله المتوقع عوده سقوط الامطار مره اخرى على السواحل الشماليه للبلاد هتشمل الساحل الشمالي كله بدايه من السلوم، مطروح، اسكندريه، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، رفح لكن الامطار كلها امطار متوسطه الشده ما فيش منها اي مشاكل او قلق يعني دي حاجه طبيعيه بالنسبه لفصل الخريف ده هيستمر معانا الثلاثاء والاربعاء ايضا هتمتد الامطار لمحافظات الوجه البحري وخاصه شمال الوجه البحري كفر الشيخ البحيره الدقهليه كلها امطار من خفيفه المتوسطه ما فيش منها او قلق او اي مشاكل بالنسبه للقاهره او باقي انحاء الجمهوريه وباقي المحافظات الجو مستقر تماما ما فيش اي فرص سقوط امطار وطبعا بالموجة يعني الامطار اللي هنشهدها هتبقى الثلاث والاربعه فقط باقي الاسبوع هتكون الجو مستقر تماما على معظم الانحاء يعني اخيرا دكتور نصائح الهيئه العامه للارصاد للسادة المواطنين هو دايما احنا بنأكد على متابعة النشرات الجوية لأن طبعا التقلبات الجوية خلال هذه الفترة سريعة جدا يعني يوم عن يوم بتختلف الأحوال الجوية سواء في درجات الحرارة سواء في الأمطار سواء في نشاط الرياح فمتابعة النشرات الجوية ده حاجة مهمة جدا القيادة بهدوء تماما أثناء سقوط الأمطار وأثناء الشبورة المائية في الصباح الباكر ارتداء الملابس الشتوية وخاصة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر وبنتمنى السلامة للجميع دايما. شكرا جزيلا دكتور على كل هذه التفاصيل والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه فاصل قصير وستكون معكم مره اخرى زميلتي اسماء من داخل الاستوديو. وبنرجع لكم من تاني وتعالوا نتكلم عن مشروع الاسكان الاجتماعي. واحد الحقيقه من اهم المشروعات القوميه اللي حلت كتير جدا من الازمات في حياتنا ازمه السكن اللي احنا طول عمرنا كنا بنسمع عنها والحقيقه ان الموضوع ده على وجه التحديد محتاجين ان احنا نقعد نتكلم فيه كتير لانك بس مش بتوفر شقه وجدران وحيطان لكن انت كمان بتوفر بيئه بيئه صحيه متكامله فيها مرافق فيها خدمات انه اي مواطن مهما كان دخله محدود قد ايه يقدر ان هو يلاقي سكن كريم وامن يعني عمارة كويسة أساساتها مظبوطة المرافق فيها دخلة فيها الكهرباء فيها المية فيها الغاز كل شوية هذا المشروع بيكبر وبيزيد التوسع فيه كمان ضمن مبادرة أساد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن لكل المصريين بعد ما قدم المشروع فعلا لحد دلوقتي أكتر من 400 ألف وحدة سكنية تم تسليلهم خلال الأربع سنين اللي فاتوا المشروع ده الحلم او المتوقع عليه ان شاء الله في عشرين اربعة وعشرين نتكلم على او التخطيط ان احنا يبقى عندنا مليون وحدة سكنية تخيلوا مليون وحدة سكنية للاسكان الاجتماعي او محدودي الدخل خلينا نتكلم عن المشروع عن الطرح الجديد عن طريقة الحجز التقديم الناس اللي هي منتظرة التخصيص والتعقدات بتاعة الوحدة بتمشي ازاي عشان الناس برضو اللي بتقولك انا اتخصص طب انت هتعاقد كل ده ان شاء الله باذن الله هرد فيه آه مع حضراتكم مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو المهندس عاطف احمد عبدالله مدير عام التخصيص والتعاقدات بالاسكان الاجتماعي ازيك يا باشمهندس اهلا بيك اهلا على مشروع الحقيقه زي ما بقول مشروع قومي آه بعملاق كبير كل مدى بيكبر وبيزيد، مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه انه كل مواطن من حقه ان هو يعني زي ما بنقول ايه شقه لكل مواطن. شقه متفصله. سكن لكل المصريين. سكن لكل المصريين وكل واحد هيلاقي شقه متفصله خلينا نقولها كده على حدود امكانياته. ان شاء الله. ودخله وطريقه اللي يقدر يدفع بيها وكده. كلمنا عن المشروع اللي كل شويه ما شاء الله بيكبر حركة مشروع اسكان اجتماعي هو تطوير المشروع القومي مشروعات الاسكان قبل كده في وزاره الاسكان ان احنا كان شغالين غرفتين وصاله لكن نص تشطيب لكن الاسكان الاجتماعي بدانا في 2014 شقه 90 تصل 90 متر مسطح ثلاث غرف وصاله كامله التشطيب بدانا اول اعلان في 2014 مسطح ده يعني الصافي بتاع الصافي, الصافي, الـ الصافي, الـ الصافي الوحده صافي الوحده اه بدانا في 2014 النهارده عملنا 13 اعلان ودلوقتي احنا في اعلان اللي هو الاعلان 14 او معنى اصح مبادره السيد رئيس الجمهوريه لتنفيذ 250 الف وحده اللي هو سكن لكل مصريين وهو عباره عن شريحتين يعني. يعني هو مش اسكان اجتماعي واسكان متوسط اه بحيث برضو الناس اللي هي دخلها يزيد عن 6000 جنيه يقدر ان هو يستفيد معانا بوحده سكنيه او بدل ما كان بيروح من يدور على الايجار الجديد او الاماكن بي... او بيدور الأماكن على على حل ثاني اخر لا بيبقى معانا برده عملنا له من دخله من 6000 ل 9000 للأسرة او من 4.5 ل 7 اللي هو للاعزب ان هو برده يقدر, يقدر يستفيد بوحده ومسطح اكبر من 100 110 120 متر مم. بجانب الاسكان الاجتماعي اللي هو عباره عن مسطحين 75 غرفه وصاله اللي برده له امكانياته ما تسمحش ب 90 متر أيوة. الماديه في وغرفه التسعين طب الفكره يا باشمهندس هنا ان انتوا قررتوا انه هذا المشروع يكون منذ البدايه تشطيب كامل تمام كامل المرافق ايوه كمان المرافق كام تشطيب من جوه يعني من جوة. تسليم مفتاح زي يعني. ما بيقولوا اه ايوه بالظبط آه. تسليم مفتاح آه. اللي هو ابواب راكبه شبابيك الحوض بتاع المطبخ الحمام متشطب مخارج الكهرباء يعني في في ناس بتستلم والراجل اللي هو بتاع التسليم بيقول لي بعد ساعتين جاب العفش وده. وراجع يعني يا دوبك يحط اللمبه بتاعته ولا ينور بيها البيت وخلاص لا اللمبه اللي عادية دي موجوده برده دي, دي موجوده عاوز يطور يعني يعني البيت البيت منور اذا البيت عايز من يحب من يجيب نجفه اقصد بقى يبقى دي بس اللي بتبقى الحاجه الوحيده اللي طب طيب ان انه المجتمعات العمرانيه خليني اقول لحضرتك انه الحقيقه يعني من من 2014 شكلها في مصر اتغير يعني ما بقاش الـ الـ احنا بنعمل مثلا مجتمع عمراني جديد ولسه بنشوف طريق واحنا نشوف لسه مرافق لا هو الـ الـ الوحده اللي بتتسلم او العماره اللي بتخلص وبيسكنها الناس بتكون هي كمان كاملة في كل حاجة، الطريق تمام. اللي معمول، الأماكن الخدمات، الحتة اللي متخصص متخصص فيها، فين الفرن، فين الصيدلية، فين السوبر ماركت، فين السوق، هي دي الفكرة أنا بقول لحضرتك عليها، الوحدة الصحية، المدرسة، مجتمع كل مجتمع حاجة مجتمع متكامل يعني بالظبط تمام وده وده نماذج موجودة، إحنا بقول لحضرتك إحنا نفذنا لغاية دلوقتي سلمنا 400 ألف أسرة زي ما بتقولي كده، المجتمعات دي موجودة في المدن الجديدة وفي المحافظات استفادت منها، بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نعمل زي ما حضرتك بتقول كده مجتمع متكامل، يعني مش زي زمان كده فلسفه في المحافظات عمار وعمارتين وهنا شقه وهنا كذا، لا بنحاول بقدر الامكان ناخد مساحات ارض كبيره بحيث ان احنا نعمل فيها مجتمع عمراني متكامل، وفي المدن الجديده طبعا تبقى العمليه اسهل كمان يعني. موتو كمان في توسع في كذا مكان يعني في عدد التنوع في محافظات مصر كلها لا حركة في كل مكان. في محافظات الجمهوريه في 27 محافظه نفذنا مشاريع اسكان اجتماعي في ال 13 اللي فاتوا. والإعلام بتاع مبادره الرئيس اللي احنا مفتوح دلوقتي دي مرحله أنا منه في المدن الجديده، المرحله الثانيه لسه هتنزل اللي هي في المحافظات اللي احنا جاري التنسيق معها دلوقتي في توفير أراضي الملائمه لتنفيذ وحدات سكان اجتماعي وفور انتهاء من المعاناه دي وتخصيصها يعني المرحله الثانيه ان شاء الله اللي هي في المحافظات. طب طرق التقديم والتعاقد انا شايفه برضه يا باشمهندس ان انتم طول الوقت بيحصل عمليه تطوير، يعني بالبريد طبعاً. بعد كده بيحصل التسجيل بشكل الكتروني اه يعني احنا من الاول للثامن كان بنظام الملف بالبريد كنا مم. بنعاني بقى من تسجيل بيانات العميل بالكامل، بيحصل اخطاء بشريه طبعا، خطا بشريه لانه كاتب بخط ايده لا الموظف اللي هو بيسجل بيسجل ملف، آه. ملف يضيع، ملف يعمل، فاحنا بدأنا من العناية التاسع ان العميل هو يسجل بياناته بالكامل مم. على الموقع، انت سجل بياناتك صحيحه، انت فرد بسجل بيانات فرد مم. لكن مش فرد بسجل بيانات الف اه انا مسؤول عن آه. بياناتي اللي بسجلها مسؤول بياناتي عن يعني البيانات بتبقى نسبه الخطا اقل يعني في نسبه خطا للاسف برضه يعني لكن بتبقى اقل الان التاسع بدانا بيه كده الان العاشر الان 11 الان 13 ودلوقتي حاليا 14 خلاص بقى كل مميكن على الموقع بيخش بيسجل طيب احنا كده الاعلان ال 14 كراسات الشروط اللي هو اللي هو داخل مبادره الرئيس خلاص آه. دول آه. اتسحب كراسات اللي اتسحبت جاري اه جاري دلوقتي اه لغايه 7/12 شراء كراسه ودفع المقدم ورفع الورق على النظام يعني لحد معانا لحد يوم يعني معانا لسه اسبوع كمان ان شاء الله عقبال ما المرحله الاولى يعني فتره التقديم تخلص فتره التقديم تنتهي طب الناس دايما بتقعد تقول لك طب وانا يعني ايه تخصص لي وحده وبعدين تقول هتعاقد؟ يعني انا دايما سؤال بسمعه من الناس في ناس لسه ما خدتش الخبره بتاعه عمليه ان انت اتخصص فجالك الموافقه او يعني رسالة احنا ان انت تمام آه. الاعلانات اللي هي السابقه ديت هو بينقر... العميل بيمر بكذا مرحله مرحله استعلام ميداني بيطلع فرد يزور في منطقه العمل ومنطقه شو ومنطقه سكنه يتاكد ان الاوراق اللي قدمها اوراق صحيحه. عدى من مرحله الاستعانه الميداني بيتحول لبنك بيتعمل له على دراسه ائتمانيه يتوافق عليه ائتماني بيخش في عمليه التخصيص. كويس. يتخصص له وحده تروح الوحده للبنك يبدا العميل مع البنك يتعاقد على الوحده. كويس. يبدا بعد كده بقى بعد عمليه التعاقد بقى مع البنك تنتهي عمليه التعاقد مع البنك بياخد جواب من البنك بيطلع يتوجه على الجهه المتخصصه في الوحده لاستلام الوحده المو... ال, ال... ال... و... وقت ما هو بيخلص تعاقده مع البنك لحد ما بيستلم، ده بياخد وقت قد ايه يا باشمهندس؟ هو المفروض ان الفتره دي كلها بتبقى ست شهور. ست شهور؟ اه ان انا ببدا من التعاقد مع شهور. البنك آه. لحد التسليم؟ لا من الاستعلام اه من ال... من البدايه آه بتاعت يعني الاستعلام يعني المفروض كله ان انا ببدا اتعامل معاه من الاستعلام لغايه لما اوصل مرحله التعاقد والاستلام المفروض انها بتاخد ست شهور. في بعض الاحيان عشان الناس وشيك بيبقى في اعاده تاخير ان البنك بيرفضه ان البنك مثلا فيضطر يحول بنك تاني أوه. ان حصل مثلا وهو بيتعامل على دي البنك ايه قدم كنت بيانات كنت حضرتك نعم. عليها انتوا كمان عاملين مرونه ان ممكن البنك ده مثلا لو رفض الحاله لا انت بتديله له فرصه يروح فرصه بنك تاني بنك تاني اه طبعا لو رفضوا البنك التاني يبقى كده دي فرصه ثانيه خلاص بكده عم. اه خلاص لكن احنا عارفين ان التعامل مع البنوك عموما ليها شروط آه تمام شروط معينه شروط خاصة آه لكن بيبقى في امل لو اترفض ان هو بيرجع يقدم هي السياسه اللي بيقولوا كلها اساسيه سياسه ثابته يعني بس بتختلف مركز في بعض المواصفات الصغيره كده فانا بدي م. فرصه ثانيه عشان البنك رفضه ممكن البنك ده وده بيحصل طيب ال 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 لما المواطن بيجي يستلم الشقه ال خلاص ايه بقى ال الاجراءات اللي هو بياخدها تنصحه بايه علشان هو بيستلم الشقه بتاعته بعد ما يخلص العقد بتاعه بعد ما بيمضي على العقد اللي هو مخصص للاستلام هو بيتوجه بالعقد بيطلع للجهه بتدي له جوابات العدادات الميه والكهرباء ان هو بيدفع الرسوم بتاعتها بعد ما يدفعها بيعين الشقه بتاعته لو في اي ملاحظات بيبلغ بيها وبيرفض الاستلام لكن الملاحظات دي تتلافى لو هو في في المحافظات بيستلم من مديريه الاسكان هي المسؤوله لو هو في المدن بيستلم من جهاز المدينه هو المسؤول لو في اي مشكله مع اللجنه اللي بتسلمه بيرجع لمدير المديريه او رئيس الجهاز بتدوا له مساحه انه انه لو في حاجه مش عاجباه في الشقه ان اه لما هي مساحه ده حقه يعني يقول ان ان هو يقولها اه وان هو يعترض عليها والمقاول ملزم ان هو مع التنسيق مع اللجنه لجنه تجبير المقاول ان هو يعمل يتلافى الملاحظات دي طيب الاعلانات اللي جايه الجديده الحقيقه واللي خلينا نقول انه بقى في في تغيير فيها يعني في المساحات وفي الشكل وفي المناطق اه طبعا احنا بنحاول كل فتره ان احنا من المعماري وان احنا نجمل منه ما يبقاش هو اسطمبه ثابته يعني مم وده بيحصل تطوير في الشكل المعماري للواحد للعماره يعني وطبعا للاحسن دايما يعني طب هل اوراق الحجز بقى بقت بتختلف برضو عن الاول ولا لسه نفس الاوراق المطلوبه او المستندات المطلوبه هي يعني لا هي المستندات المطلوبة. المطلوبه واحده وزاد عليها بس اللي هو القيد العائلي م. بحس ان برضو بيبقى بيحصل مشاكل فيها الزواج والطلاق والزواج والطلاق فبيحصل فيه, فيه استفاده فالقيد العائلي بيحكم لي الموضوع دوت يعني آه اللي هو بمعنى آه بعض الحالات مثلا بتقدم ان هو متزوج ويعول وبعد كده بيحصل طلاق؟ اه يعني مثلا هو استفاد هما استفادوا ومت... اثنين متزوجين استفادوا بوحده كويس وبعدين يحصل طلاق ويجي واحد فيهم يستفيد ثاني بواحدة عنده ما ده ما ينفعش ان هو انت استفدت اه ان هما خلاص استفادوا وما الاثنين استفادوا اه طب امتى ممكن حضرتك تقولوا انه لا المواطن ده خصيصه في الشقه لا هتتسحب منه او انه لا يستحقها لا لو هو عنده سبب استفاده لان من ضمن الشروط انه ما يكونش مستفيد باي وحده سكنيه من الدوله او بدعم او بقرض تعاوني او يمتلك شقه عن طريق ان هو اشتراها او عن طريق عن طريق ميراث يعني, يعني, بعد يعني إن, ان هو يمتلك اي إن هو آه يمتلك إن يبقى ده دخل شرط من الشروط الاساسيه للمشروع يعني طب الشروط كمان الحقيقه من ضمن الشروط اللي انا او أنا ان بعتبرها هو استخدمها استخدام غير السكن آه كنت لسه هقول لحضرتك آه. من ضمن الشروط المهمه اللي انا شايفاها انه المشروع ده بس مش بيقضي على عشوائيه السكن ولكن على عشوائيه التعامل مع الوحدات الوحدة السكنيه السكني. آه. انه انت مثلا تلاقي كان معظم المشروعات زي بتاعه الاسكان بتلاقي الدور الارضي راح مكسر وعامله محل. لا احنا يعني طالع بالبلكونه آه لقدام يعني عارف حضرتك آه اللي احنا برضو ايه يعني زي ما تقولي ايه بنحارب ديت ان احنا في بعض العمارات اللي هي تبقى مكان موقعها مناسب يبقى إيه تحتها محلات بنعملها احنا محلات. كويس. بحيث ان هي في قدر إيه ان احنا ايه تخدم المجتمع الساكن دوت وان توفر له خدمات قريبه زي السوبر ماركت الحاجات اللي هي ايه غير مزنشطة غير مزعجه وفي نفس الوقت تؤدي خدمه للمواطن. طب المحال التجاريه دي هل بتبقى الاولويه لما بيتم طرحها لسكان المنطقه اذا حد عايز يبقى ساكن مثلا في المنطقه وينزل يعمل مشروع احنا بنعمل مزاد في نفس المكان اللي هو عاوز يقدم يقدم يعني هو عاوز يعمل نشاط يعني لو هو ساكن دلوقتي واخد شقه هو يبقى مزاد اللي عاوز ياخد ياخد يعني اه فده بيبقى عادي. عليه ده آه بيبقى آه ما فيش مشكله ان هو آه يقدر ينزل ويشارك في المزاد وياخد آه آه وياخد, آه وياخد محل تجاري احنا بنتكلم هي فرصه بس احنا نتكلم في بعض المشاكل بتواجه الناس دلوقتي في التقديم التقديم اللي هو على الموقع الإلكتروني هو طبعا التقديم كراسة كاتبه موضحه فيها للي هو متقدم جديد وده ما فيش مشكله فيه لكن احنا واجه يعني مشاكل كتير بتواجه ناس بقى اللي هو قدم في اعلان قبل كده ولم يصيبه الدور او سحب الفلوس فلوس. آه. ورجع عايز يقدم تاني او يقدم تاني كويه. فهي الناس لازم تعرف ان انت لو فتحت حساب قبل كده على الموقع بتاع الصندوق لازم تستعمل نفس الحساب اللي هو اللي هو الرقم القومي بتاعك وتليفونك آه يعني, يعني قدمت في الاعلان التاسع العاشر ال11 ال12 اللي هو المواقع اللي هي التقديم الالكتروني من اول التاسع كويس وجيت سحبت فلوسك او لم يحالفك الحظ سحبت فلوسك وعاوز انك انت تقدم تاني فلازم تخش بنفس الحساب بتاعك بنفس رقمك, بنفس رقمك ونفس تليفونك ونفس الباسورد اللي انت عملته طيب. او ان انت بتقول ان انت نسيت الباسورد دلوقتي ويتغير لك عن طريق نفس التليفون اللي انت عملته كويس في برضه مشاكل مثلا ايه زوجته قدمت وهو بقى اللي عاوز يقدم. مم. فكل ما يخش تظهر له استفادة زوجته، هو لازم يخش بحساب زوجته برضه اللي سحبت. مم. مش بحسابه هو جديد. مم. لازم يخش بحساب زوجته ويرفع الورق وبعد كده ورق بيتعدل بعد كده يبقى باسمه. بحذف البيانات القديمة، يعني بعد نهاية الإعلان بتتراجع البيانات دي كلها، بتحذف البيانات القديمة ويحط بيانات جديدة اللي هو عمل. فبس مم. الناس تاخد بالها إن لو فتح حساب قبل كده في أي وقت من لازم يخش بنفس الحساب. طيب في ولو في سبب استفادة آه. بيحط طبعا مستند ان هو ايه استرد وده موجود في الكراسة يعني. طيب في ناس مثلا بعد ما بياخد الشقة فيطلع مثلا هو في أول دور. تمام وجاره مثلا في الدور الثالث. آه. أو الرابع أو الخامس فده عايز بلكونة وده مش عايز يسكن في الأرضي. في ناس يقول لك طب ما أنا ممكن أبدل مع جاري جوه نفس الوحدة. هل ده مقبول؟ إحنا عرضنا المشاكل ديت برضو وفي موافقة بالبدل في نفس الموقع ونفس المشروع اه يعني شرط يكون نفس الاعلان نفس الاعلان اه نفس الموقع ونفس او نفس لأن هو مشروع الشركه الموجود نفس الموقع اللي هو فيه فطبعا لو في نفس العماره كمان يبقى خلاص يعني من لو نفس يعني, يعني ممكن نراعي اه لها لها بيقدم لها رسوم يعني حد يقول انا معايا حد كبير مثلا في السن مش هيقدر يطلع السلم فخليني اخد دل. لا هو بص حضرتك هو حته اللي هي الدور الارضي والاخير احنا عندنا موافقه برضو بتعديل الادوار الارضي والاخير يعني ممكن جميع الادوار عاوز ينزل لدور ارضي نظرا للظروف الصحيه اتخصص له اي دور متكرر لحد الاخير وعاوز ينزل لارضي بيقدم على الموقع الالكتروني برضو هو في بيته بيدخل عليه تعديل من دور لدور وينزل لدور ارضي بيقدم شهادات آيه المرضيه اي ده مش بيحتاج انه يروح مش محتاج بدل لا لا احنا بنحاول بقدر الامكان دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي التطور ان المواطن نتعامل معاه من هو في مكانه فده برضه بيروح عامله وهو قاعد بيروح عمله بنفس, الرقم بنفس الرقم بتاعه بنفس الرقم بتاعه بيخش على نفس حسابه ويخش على خدمة مواطنين طلبات اللي هو تعديل من دول لدور ويقدم مستندات اللي هي ايه الشهادات المرضيه للدول ان هو عنده ظروف صحيه تمنعه من صعود السلم وعاوز دور ارضي آه. وعلى العكس في ناس بيخصص لها دور ارضي وتقول لك انا وبرضو مش حابب الدور الارضي آه. فاحنا برضو ده بنطلع اخير ده بيطلع الاخير اه برضو بيبقى له موافقه وله حق ان هو يقدم مثلا عنده مشاكل صحيه في الدور الارضي اللي هي ظروف صحيه في صدره التنفس الطراب ما بيتحملش فيعاوز يطلع للأخير طبعا في ناس بتقرب يقول لك لا انا عاوز اطلع متكرر ده مش مسموح بيه طبعا لان لو فتحنا باب زي ده مش هيتقفل يعني فهو دا. كل حاجه ال ال, ال, ال الناس اللي لسه ما استلمتش عارفين أنه بعض الوحدات يعني إحنا مثلا مشروع أكتوبر ده قالوا أنه كان مخصص مثلا 30 ألف وحدة وتقدم 120 ألف فالدولة قررت أنها ما تزعلش المواطنين أو الوزارة وتبني وحدات زيادة عشان في طلب على بعض المناطق زي ما حصل في أكتوبر ومدينة آه بدر وكده زي ما حصل في أكتوبر في الإعلان التاسع أيوة. كانت تقدم فيه عدد أكبر من عدد الوحدات آه عملنا له مقترح ان هو يخش بالسعر الجديد بالعين العاشر وناس حولت فعلا وان شاء الله عن قريب هنشتغل معاهم وفي الاعين العاشر وحداته دلوقتي قربت برضو ان شاء الله نشتغل مع الاعين العاشر وبعدين بقى العين اللي احنا فيه دلوقتي برضو بعد ما بيخلص حد العدد قدمت قدمته ونفذ لها فالحمد لله الدنيا يعني آه ماشية طب حضرتك عارف ان برضو اسئله الناس كتير وانا انها متكرره كل واحد بيقعد الناس طبعا المشروع الاسكان ده بالنسبه لهم آه في ناس رسمه تتجوز مثلا اللي هم مقدمين فماجل فرحه ومنتظر فيقول مثلا انا اتخصص لي الوحده وبدات ادفع الاقساط باخد وقت قد ايه من اول ما بدفع الاقساط لحد ما استلم الوحده يعني سنه اثنين يعني مثلا يعني اللي حضرتك احنا الجديد اللي احنا بنقدم فيه ده دلوقتي أو. هو متحدد مدته ثلاث سنوات ده بعد ال 36 شهر, شهر. المفروض الوحدة. ان انا ان انا استلم وحدته ان شاء الله كويس العاشر قالوا في خلال 24 شهر اعتقد اه تمام يعني ده الناس دلوقتي دفعوا ثمن تقسيط يعني فاضل حوالي ست شهور احنا بدانا نشتغل في السادات في العام العاشر بدانا نشتغل في العاشر من رمضان قريبا جدا ان شاء الله هنشتغل في الغردقه آه فهي احنا ما نستناش ال 24 شهر يعني اللي بيخلص الوحدات لما بتجهز بنبدا نشتغل معاها يعني هو دلوقتي دفع ثمن تقسيط فاضل له مثلا ايه؟ ستين ست شهور يعني ست شهور كمان ان شاء الله بقيه الوحدات كلها خلصت ويشتغل معاها يكمل العدد طب الاعلانات احنا عارفين انه بينزل فيها باشمهندس جزء مخصص مثلا احنا عارفين 5% اولويه لذوي الاحتياجات الخاصه تمام دي في كل المشروعات ايوه سواء أيوة. اذا كان محدود الدخل او متوسط ايوه بيبقى لي في 5% للاعاقه من عدد الوحدات اللي منفذة وبدات اتعامل معاهم لو عد... لو ال 5% غطت العدد من ذو الاعاقه اللي متقدم لي او ذو الاحتياجات الخاصه يعني خلاص يبقى كله بياخد مم. لو هم عدد اكبر من عدد 5% الباقي بيخش كفرد عادي يعني مش بيطلع بره الدايره خالص يعني. اه بيخش بي... في اولويته كفرد عادي. اه بياخد الاولويه زي زي اي آه مواطن آه, 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 اه اللي هو اكثر موضوع. من 5%. ايه الاولويه بقى في الاعلان ال 14 بخلاف ذوي الاحتياجات الخاصه؟ لا هو حضرتك الاولويه ثابته كلها مقسمين الحاجزين لثلاث شرايح. امم اللي هو متزوج ويعول دي الشريحه الاولى وبعدين بيحصل ترتيب داخلي فيها من الاصغر للاكبر وده بتنسيق بالتنسيق مع وزاره التضامن اتحطت الشروط ديت وبعدين الشريحه الثانيه اللي هي متزوج ولا يعول الشريحه الثانيه متزوج ولا يعول لسه يعني لسه ما برزقش باولاد يعني اه, آه متزوج دمين. بس يعني الشريحه الاخيره طبعا الى شريحه الاعزب يعني بيبقى الاولويه للمتزوج وعنده اولاد اه طبعا أو اللي هي المطلقه عندها اولاد او المطلقه والارامل أول اولاد والارامل كلهم في الشريحه دي الاولى الشريحه الاولى كويس. وبعدين الشريحه الثانيه اللي هو متزوج ولا يعول والشريحه الثالثه اللي هو الاعزب وكل شريحه بترتب جواها من الاصغر للاكبر طب في في بعض الناس بقى خليني ارجع بس يعني اخيرا كده نتكلم في جزئيه يعني احيانا بتبقى نفس اماره بالسوق فحد ياخد شقه الدوله مكلفاها وما بتاخدش منه ثمن الارض وبتدعمها بالمرافق وبياخد كمان دعم من الصندوق الاجتماعي اه طبعا في دعم عيني ودعم غير عيني دعم ع... بالظبط وفي كمان بيبقى جزء مادي بيتم تقديمه حسب كل واحد اه, آه دعم العيني وتلاقيها تحال بقى ويبيع الشقه بعد كده والله حركة احنا عملنا حاجه اسمها الترضيه القضائيه في المحافظات والمدن اللي هي بتتابع حاجه زي كده اللي هو استغل باع الشقه او اجرها او مش ساكن فيها لان برضه احنا مدينا فرصه بعد التسليم بسنه ان هو يستعمل الوحده بحيث ان احنا فده بنتعامل معاه يعني لكن احنا مدينا فرصه انت بعد سبع سنين انت حبيت خلاص مثلا الشقه بحسنا انها عاوز تكبرها عاوز تبقى تبيعها وتاخد حاجه اكبر امكانياتك زادت فبعد سبع سنين ممكن انه هو يبيع يعني بعد سبع سنين من حقه من حقه ان هو يباشر لكن... بالتنسيق طبعا مع الصندوق ومع البنك كويس او انا عايزه اعمل بالضبط. عليها زي ما بنقول ايه ب... اعلي لشقه كنت وأخد اوضتين فعايزه ابدل واروح لأرجع للجهاز الثاني بس أو يعني للبنك. هو مش هو خلاص كده استفاد كان كمحدود دخل وكاسكان اجتماعي هو بقى بيبيع وعاوز بقى ياخد مشاريع بره خلاص امكانياته بقت افضل ان هو يكبر بيرجع بقى خلاص. للبنك يسدد مديونيته يال... ما عليه او و... ان هو يدخل عميل اه له ي... مكان أو يدخل حد تاني تمام لكن بخلاف كده بخلاف كده لا في خلال السبع سنين المفروض انه كان محتاج الشقه في الفتره دي آه. لانه اقل من كده لو بحي وما محتاج. يبقى ما كانش محتاجها امم يبقى ده يبقى ده لو واحد باعها بيها كان وكان اقل من كده بتسحب الواحده منه اه طبعا تاخد معاه اجراءات وتسحب منه الواحده اه وبتتعمل قضيه يعني أوه. انا عارف أنه بيتعمل قضيه قضيه تمام. تمام. امام المحكمه عليه دي بقى بيكون ليها عقوبه الحبس وغرامه اه والعقوبه دي متوضحه في الكراسه طبعا يعني بقى معروف الـ العقوبات تمام. طب أخيرا حضرتك تنصح الناس بايه اللي هم منتظرين الاعلانات اللي جايه نصيحه من حضرتك علشان الناس تبقى عارفه ازاي تتعاقد مظبوط وازاي بيتم التخصيص وحدتها مظبوط وازاي بتدفع اقساطها كمان بالمظبوط الحركة هو الاعلان الجديد يعني اه الاعلان الجديد اه هو حضرتك آه بنصح بان هو يتابع يعني دلوقتي ده حضرتك قدمت رفعت ورقك جالك التاكيد بان ده حضرتك ورقك تمام او جه حفظ طلب وانت عندك فيه سبب استفاده بعد اعلان هنراجع سبب الاستفاده اللي انت قدمتها هل انت سحبتها او تخلصت منها واستحق ولا ما استحقش بتطلع نتيجه م. بيشوف نتيجته لو عنده مشكله في فتره تظلمات بعد الاعلان يتابع فترة الظلمات ديت يشوف عنده مشكله ولا لا، لان بتفاجئ واحد سنه واحد زي الاعلان العاشر قبل كده قدم وبعد سنه جاي يقول انا اسمي مش موجود ليه؟ ايوه طب ما انت اسمك مش جاي لي بعد سنه تقول لي مش موجود ليه؟ طب ما انا فتحت فتره الظلمات قلت فين الاسم مش موجود؟ فين اللي ما قدمش؟ فيه الورق وكان فيه مشكله؟ او ساعات ممكن حد يدفع غير المتابعه الناس اللي قدمت في الاعلان في بعد بعد الاعلان ويطمن ان هو نتيجته مظبوطه ان ورقه كامل مش ايه اللي بيخصص له يا باشمهندس وبيتخلف عن دفع الاقساط دي مشكلته مع البنك البنك هو اللي بتاخد معاه اجراءات يعني اه ده مع البنك اه لكن انتوا كده بتكونوا ك كوزاره اسكان او كصندوق اجتماعي انا خدت تمن الشقه من البنك اه علشان اقدر ان انا أ... 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 اوفر سيوله انا واصل أ... أ... انفذ وحدات فدي هنا بي... بيقع هو تحت طائلة بقى مساءله او مشكله مع البنك مع البنك نفسه اه حضرتك نورتنا مشكوره جدا فف. فف. على وقتك كل أمورك. الشكر للمهندس عاطف عبد الله مدير عام التخصيص والتعقيدات بالاسكان الاجتماعي يعني ارجو ان الناس تاخد بالها من كل الكلام اللي احنا قلناه لانه هي هي مش مساله شطاره بقدر ما احنا بنتكلم على قوانين والتزام ولانه الدوله حريصه وفي حرص من رئيس الدوله شخصيا ان كل مواطن عايش شقه سكن لكل المصريين هيلاقيها ان شاء الله مبروك على كل الناس كمان اللي هيحالفهم الحظ في الاعلان ال14 في المرحله <applause> الاولى وطمناكم الحمد لله على التسليمات اللي فاتت كل مشاهدينا في هذا الصباح بشكركم جدا على حسن المتابعه بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده في نفس الميعاد الساعه 8 الصبح وهذا الصباح تحياتي لكم اسماء مصطفى اشوفكم على خير